ونبقى في الأراضي الفلسطينية، إذ تجول الطاقم الأمريكي المكلف بعملية مسح أراضي الضفة الغربية في مستوطنة أرئيل بمحافظة سلفيت شمالية الضفة الغربية. ورافق الوفد في جولته رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وتأتي عملية المسح ضمن المساعي لضم أراض في الضفة الغربية في إطار صفقة القرن الأمريكية. بدأت المهمة المشتركة للوفد الإسرائيلي الأمريكي والانطلاق من أرئيل. إن عملية المسح ورسم الخرائط المشتركة قيد العمل لتمكين تطبيق قانون السيادة الإسرائيلية على أراضي الضفة الغربية في أسرع وقت ممكن. أود أن أشكر السفير فريدمان ومساعده الموجودين هنا مع خبراء رسم الخرائط من الولايات المتحدة.